الدار. شو دابا شحال الساعة؟ 5:30. يتلاقى الدار الله وقعتي هنا في شي أونبان، فرا لا طيرا يا طير ولا وحشا يا سير. الصراحة أنا غندور لكم تشوفوا. وصلت لأكلموس، هاهي مقر الجماعة ديالهم. ملي خرجت من زحيليقة وأنا وسط الجبال، يعني ضربت دابا شي ساعة ونص وسط الجبال هادو. شوف شوف الناس اللي كيسمعوا مدينة زحيليقة وما كيعرفوهاش، راه هي هادي. صباح الخير عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم واحد النهار سبيسيال، نهار مختلف على الأيام. يعني الوجهة ديالنا اليوم غادا تكون ماشي للغابة، ماشي لشي بلاصة قريبة. الوجهة ديالنا اليوم غادا تكون لزاوية إفران، يعني واحد المغامرة لي سبيسيال وخديتها بوحدي. كما كتشوفوا البلاك، أنا وصلت دابا لبن سليمان، بقى ليا ليها 22 كيلومتر. الوجهة ديالي كتفصلني عليها 300 كيلومتر، بقى ليا من هنا لزاوية إفران. يعني واحد الطريق لي طويلة وغادا تكون شاقة، لذلك لبست الباس ديالي اللي سخون شوية، خديت هاد الليقات، خديت هاد لادروس، حطيت فيه المعدات اللي غنحتاج وغنتوكل على الله. انا غادي نشارك معاكم الطريق، ما نوصل لشي فيلاج غادي نوافيكم بالطريق حتى نوصل. دعيوا معنا بالسلامة ان شاء الله. الوسيلة اللي غادي نمشي فيها فراه هي هاد الموتور هذا، اللهم بارك. هذه هي الدراجة اللي غادي نشد بها الطريق، السويف ديالي. يعني هذه هي الوسيلة اللي غادي نمشي بها ان شاء الله. صباح درت بلان ديال ليسانس، حاجة الوحيدة اللي درتها هي البلان ديال ليسانس وقفلت الرويد، زدت فيهم البرد. ودابا غادي نتوكل على الله وغنشد الطريق. دعوا معنا بالتوفيق ودعوا معنا بالسلامة ان شاء الله. كما كتشوفوا الخوت، وصلت للطريق اللي زوينه بزاف، الطريق ديال السيد البطاش. جات وسط الجبال، عرفتي واحد المنظر واعر هنايا، وانا شاد الطريق، واحد المنظر هنا زعما طريق جبليه زوينه وخاويه، الحديد قليل، وانا غير بوحدي معايا غير الله وانتوما. كنتمنى نوصل الوجهه ديالي بخير وعلى خير ان شاء الله. فيما نوصل لشي بلاصه زوينه غنبقى نوافيكم تنلحق لزاويه إفران ان شاء الله. أنا الإخوان وصلت مدينة بن سليمان وفتها، وصلت لسيد البطاش وفتو. أنا دابا غادي لمدينة الرماني، يعني في الطريق ديالي غير وسط الجبال، عطي واحد المنظر واعر والدنيا خاوية. يعني كنحاول نوافيكم بالجديد، فيما وصلت شي بلاصة كنقول كتعجبني خصني ضروري نصورها ليكم. تبارك الله واحد المنظر اللي واعر بزاف. ما يمكنش الخوت توصل لهذا المنظر هذا وما توقفش تصور فيه. الصراحه واحد البلاصه اللي واعره، ما بين الرماني، ما بين سيد البطاش والرماني، واحد الطريق جبليه راه واعره خطيره الصراحه. هادشي واحد الكالم هنايا والحراره، الطريق خاويه، واحد العالم في شكال هنا، سبحان الله. تحس بواحد الراحه نفسيه والله. طريق زوين الصراحه، كاين شويه العيا ولكن الطريق زوينه. دابا تقريبا ضربت شي 150 كيلومتر وبقى لي شي 150 كيلومتر اخرى. كنتمنى ربي يوفقني ونوصل بخير وعلى خير. كنتمنى الموتور ما يديرش لي شي اونبان،
هذا هو الهدف الكبير ديالي، ما بغيش نوقع في شي اونبان، حيت لا قدر الله وقعتي هنا في شي اونبان فرا لا طيرا يا طير ولا وحشا يا سير. الصراحة انا ندور لكم تشوف انتم الخوت الجبال ما كاين حتى شي حاجة، الطريق خاوية، قليل فيه كدوش شي طوموبيل ولا شي حاجة، الطريق اغلبية خاوية. نتمنى نوصل بخير وعلى خير، فيما نوصل شي بلاصه زوينه غادي نوافيها معكم ان شاء الله. على جبل كيتسناني الخوت الجبل كامل غادي نطلعو، هذا كامل انا اصلا جاي طالع في الجبل دابا، عرفتي شوف شو هاد التحت هذا كامل جاي ضاربونا وسط الجبال، غير طلع كامل غير طلع، مازال دابا غندور على هاد الجبل وغنزيد نطلع كامل دابا غير طلوع. وقفت واحد الدقيقه هنايا نتنفس ويتنفس الموتور وعاد غادي نتوكل على الله. بانت لي هنا واحد الضليله ديال الجبل، واخا هنا دايرين راه كيطيح داك الصخر، ولكن حنا كنغامروا، حنا اصلا خارجين غير مغامرين. توقفت الخوت في مدينة زحيليقة، الناس اللي كيسمعوا مدينة زحيليقة وما كيعرفوهاش راه هي هادي. راه فيلا صغيور، فيه جامع، فيه شوايا، شي لعيبات قلال. بقى ليا 140 كيلومتر، المطير راه هو تيبرد شوية. غادي نتغدى ناكل هاد الكفيتة ونشد الطريق ديالي إن شاء الله. المولاي بوعزة، من المولاي بوعزة المريرت، من المريرت لزاوية إفران إن شاء الله. يعني ضربت دابا قول شي 170 وبقى ليا شي 140 ولا 130، كنتمنى نوصلوا على خير. كاين الطريق وكاين الحرارة وكاين العيا، مي داكشي متعة. بالنسبة لمدينة زحيليقة الخوت راه هي هادي، أنا دخلت من الجهة الأخرى كيسحب ليا كاين غير الجامع وشي حوانت، ولكن منين زدت بالموطور عاد لقيت وسط المدينة بلي كاين السوق وكاين الحوانات كاين الديور كاين كلشي. يعني كنعتذر على هاد المعلومة الخاطئة، كنعتذر من الناس ديال زحيليقة وتحية ليهم من هاد المنبر هذا. يعني راه فيلاج كبير شوية، فيه السكان، فيه بزاف الحوايج. ودابا الطريق ديالي نحو مولاي بوعزة. أنا دابا تغديت، كليت ديك الوجبة ديالي اللي كانت الثمن ديالها 40 درهم، فيها 30 درهم ديال الكفته و بشويه بمناضه بخبزه تقامت ب 40 درهم. والطريق دابا قدامنا والحراره يا اخي. واش غنقول لكم الخوت، عرفتوا الطريق طويله صراحة، طريق طويلة وصعيبة، ما توقعتهاش بحال هكا. يعني تخيلوا مني خرجت من زحيليقة وانا وسط الجبال، يعني ضربت دابا شي ساعة ونص وسط الجبال هادو. شوف مازال تابعني، خصني نطلع مع هاد الجبل عاوتاني. الطريق كامل جبال وصعيبة، الحق يتقال صراحة، طريق قاصحة ما توقعتهاش بحال هكا. يعني راه ما كتفوتش 40 50 الماكسيموم 60. انا وقفت في هاد البلاصه نستريح شويه ويستريح الموتور، زعما وحراره مفرطه تبارك الله، ولكن حنا مكملين المسير ومكملين المغامره ديالنا. نستريح هنا واحد 10 دقائق والديفو اللي درت ما جبتش معايا الماء، قلت صافي مولاي بوعزة ووقفت ثاني شويه ما زيدش معايا الماء. يعني نصيحه اي واحد بغى يشد بحال هاد الطريق يحس بالماء. صراحه ما كنتش نعرف الطريق كامل جبال، عرفتو راه الجبال ما كيساليوش، عرفتي كتخرج كتدخل الفيلاج كتخرج من الفيلاج جبال، كتدخل الفيلاج تخرج من الفيلاج جبال، الطريق كامل جبال تبارك الله، مناظر خلابة. ولكن الصراحة بغات شي موتور كبر من هذا، بغات شي موتور يكون 500 ولا 1000 متفط،
اما 125 صراحه مع الجبال هو كيضرب معاك، ولكن من بعض اللحظات بحال حتى هو مسكين كيعيا. خليكم معايا اخوتي حتى نوصل، ما تخليونيش بوحدي. انا وصلت الاخوه المولاي بوعزة، وهذا الفيلاج ديال المولاي بوعزة. دخلت ليه شربت واحد قريعة المناضة، وانا مازال مكمل الطريق وسط الجبال انا والدراجة ديالي الله يعطيها الصحة. الطريق كامل عقبة، صراحة طريق صعيبة بزاف. بقى لي 94 كيلومتر الوجهة ديالي. هنا الشجر ديال الأرقان هذا يمكن، صراحة الطبيعة خلابة هنا، الجبال الدنيا كامل جبال. الطريق أترى من تخيلوا معايا من سيدي البطاش وانا جاي في الجبال وغادي في الجبال. واحد المغامرة اللي حمقة بزاف صراحة والله. انتم معايا خليكم. شوفوا الاخوان عاوتاني انا وانت وصلت لي. شوف واحد القرية صغيرة هنايا جماعة وحسوسا تقريبا، هذا هو الاسم، كنتمنى ما كنتش غلطت فيه. عرفتي كيبان لك واحد البلاطو كبير من ورا الجبال، هذا هو يجيب متوسط البدية ديالهم. وهادو الاخوان هاتي الطريق قاصح وكل ما تحمل الكلمة بمعنى. مطور مسكين باقي مقاتل معايا تنوصل للوجهة ديالنا لا للاستسلام. بعد علاء طويل الخوت وصلت لأقلموس، هاهي مقر الجماعة ديالهم، جماعة أجلموس. قالت لي دابا 51 كيلومتر على زاوية إفران. الطريق من مولاي بوعزة لأقلموس مزيانة، يعني فيها بحال الهضاب، كتطلع كتهبط كتطلع كتهبط كتطلع كتهبط، ماشي بحال دوك الجبال كتلقاها بطا مسرحة وكتلقاها طلعة قاصحة تعذب فيها انت والموطور. هنا لا، هنا من مولاي بوعزة لهنايا الصراحة الطريق زوينة. كنتمنى هاد 50 كيلومتر اللي بقات هي تكون زوينة صراحة. مدينة أقلموس زوينة، البني ديالها زوين، داكشي هذا مستوصف المركز الصحي جماعة الدار للولادة أقلموس، يعني كتبان مدينة نقية الصراحة. في هاد اللحظات الخوت وصلت لمدينة مريرت، يعني بقى كيفصلني على الوجهة ديالي 18 كيلومتر فقط. مدينة مريرت معروفة باللحم مبخر، فراجيت نضرب اللحم مبخر ناكل هاد الوجبة نرجع الطاقة. صراحة خسرت الطاقة بزاف هاد النهار، نحاول نرجع الطاقة وما يطير كيرتاح ونتوكل على الله. نضرب هاديك 18 كيلومتر ونشوف فين غادي نبات، باقي ما عارفش فين غادي نبات. وصلت تما ان شاء الله ونشوف فين نبات ونشارك معاكم حتى اثمنة المبيت تمايا. واخيرا الخوت بعد عناء طويل يعني وصلت للهدف ديالي، وصلت للوجهة زاوية إفران. قالت لي 10 كيلومتر من هنا. شوف المنطقة كي دايرة زوينة تبارك الله. دزت على واحد الواد صراحة عييت ما قدرش نهبط نصوره، تنكون راجع وغادي نصوره لكم ان شاء الله. يعني راه المنطقة زوينة هنايا، وانا مازال غنضرب هاد 10 كيلومتر ونزيد نكتشفها، نكتشف الخبايا ديالها ونشارك كامل هادشي معاكم. سمحوا لي الا كان الصوت ضعيف، عرفتوا العيا، راه زعما الطريق ماشي 300 كيلومتر ماشي شي حاجة، ولكن ملي كتضربها وسط الجبال كتولي شي حاجة. تخيل خرجت من الدار معاك ولا 10 درت ديبار. شوف دابا شحال الساعة، 5:30. يعني وقفت غير تغديت وصافي، وقيفات خفاف. يعني اش نقول لكم، الطريق طويلة تبارك الله، والموطور راه تحارب معايا. توصلنا انا ويا للوجهة ديالنا، ومازال غادي نوصلوا الوجهات كثر ان شاء الله.